أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. اكو في الوقف السني والوقف الشيعي، اكو مخصصات خدمة المذهب. خلي يسمعني الشعب العراقي، 200 مليار للوقف الشيعي، صفر للوقف السني. شي ناخذ؟ ما اعرف والله. الموازنة الاستثمارية، يعني هسه واقع حال، ايهما تضررت يعني المساجد، المدارس الدينيه، المناطق السنيه اكيد نور الارهاب. 2 مليار 2 مليار للوقف السني، 49 مليار للوقف الشيعي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقه حول موضوع محاربة الفساد المؤجل في العراق، يعني مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في 12 من مايو أيار المقبل، من المعروف أن في العراق الكثير من ملفات الفساد الكبيرة التي أنهكت الشعب العراقي في ظل وجود مافيات وقوى مسيطرة على مفاصل مهمة في الدولة، والتي بدأ أن رئيس الحكومة حيدر العبادي لم يستطع مواجهتها على الرغم من إعلانه الحرب على الفساد منذ توليه رئاسة الحكومة. طبعا شكك مسؤولون ومراقبون في قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على الوقوف في وجه هذه الجهات أو محاولة كشف ملفاتها، وقد بات مجبرا على غض الطرف عنها إذ أن ارتباط هذه الجهات وقوتها لا تقل عن قوة الدولة، الأمر الذي أجبر رئيس الحكومة حيدر العبادي على عدم الصدام معها والسكوت على فسادها. مسؤول سياسي مطلع صرح لصحيفة العربي الجديد بأن رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي أعلن منذ أشهر عدة الحرب على الفساد لديه ملفات كثيرة وخطيرة تخص جميع الوزارات وتخص عددا كبيرا من المسؤولين ذوي النفوذ والسلطة. بيّن هذا المسؤول بأنه شكل منذ ذلك الوقت لجانا خاصة لدراسة هذه الملفات وكيفية التحرك قانونيا عليها، وأكد أن تلك اللجان قدمت تقاريرها إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي منذ فترة، لكنه لم يفتح تلك الملفات ولم يوجه بالتحقيق فيها. على الرغم من إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي الحرب ضد الفساد منذ أشهر عدة، إلا أن هذه الحرب لم تتمخض عنها أي نتائج تذكر، بل يتم في كل يوم كشف ملفات جديدة عن الفساد لكنها تطوى من دون أي تحقيقات. لجنة النزاهة، وبالتحديد عضو لجنة النزاهة علي نصيف، تحدثت عن استكمال التحقيق في 25 ملف فساد في وزارة الدفاع في عهد وزيرها المقال خالد العبيدي. ومعروف طبعا هناك اتهامات متبادلة بين الوزير السابق وأعضاء في البرلمان وعلى رئيسهم رئيس البرلمان سليم الجبوري، وكذلك علي نصيف وحنان الفتلاوي. تحدثت بأنه حتى الآن لم يتم التحقيق في ملف التعاقد مع شركتي من الصين، وتمت إدانة الوزير ومدير عام التجهيز والتسليح السابق الفريق هادي عذاب بارتكاب مخالفات. هي أكدت بأن هذا الملف هو من بين 26 ملف فساد في الوزارة تمت إحالتها إلى التحقيق. هي كشفت بأن امتلاك العراق بأن العراق يمتلك مزرعة شاي في فيتنام يتم تسويق إنتاجها إلى شركات في دول أخرى يملكها فاسدون في وزارة التجارة، وبينت بأن هناك مصنعا للتعبئة ملحقا بالمزرعة وهما يدران أرباحا كبيرة على الفاسدين. طبعا حرب التصريحات بين النواب مستمرة، يعني علي نصيف
تحدثت عن عجز الجهات الرقابية عن ملاحقة الفاسدين في وزارة التجارة التي أصبحت وكأنها مؤسسة ربحية تهدف إلى تحقيق المنفعة لحيتان الفساد، ودعت إلى فتح تحقيق حول كيفية إدارة مزرعة الشاي العراقية وكشف النتائج أمام الرأي العام. مسؤولون أكدوا عدم وجود نية حقيقية لدى حكومة حيدر العبادي للقضاء على الفساد. في هذا الصدد طبعا تحدث عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبد القادر محمد بأن العراق لم يستطع حتى الآن تحقيق الشفافية في إدارة مؤسساته على الرغم من حاجة البلاد إلى تحقيق هذا الهدف، والذي من خلاله يتم تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية التي تثقل كاهلها. رأى بأننا نفتقد، هو يتحدث النائب عبد القادر، بأننا نفتقد إلى وجود النية الحقيقية لتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد. ولو كانت هناك نية حقيقية كما تحدث من قبل الحكومة لكان العراق قد خطى خطوات إلى الأمام في القضاء على آفة الفساد والمفسدين، ولكن حقق الكثير للشعب. النائب في البرلمان انتشر السم الرأي كذلك في ظل التصريحات المتكررة من قبل النواب، بأن تحدث بأن هناك فسادا ماليا وإداريا مستشريا في البلد خصوصا داخل لجان البرلمان، وليست هناك أي خطة حقيقية لمعالجتها. وأكد بأن أغلب الصفقات تدار من قبل نائب أو عدد من النواب من كتل مختلفة بالاتفاق على ابتزاز وزير ما عن طريق الاستجواب من أجل الحصول على منافع شخصية. أشار إلى أن هناك العديد من ملفات الاستجواب كانت مدرجة على جداول أعمال البرلمان خلال الفترة الماضية، وأكد بأنه تم تأجيل تلك الاستجوابات مرات عدة لأسباب مقصودة وأسباب غير مقصودة كما قال. معنا اتصال، نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. لماذا تعهد حيدر العبادي بمحاربة الفساد منذ توليه رئاسة الحكومة واليوم يتم تأجيل هذه المكافحة الفساد في ظل قرب الانتخابات البرلمانية؟ معنا اتصال سعد من ميسان، تفضل سعد. حبيبي، هاي معاناة كل العراقيين وبالأخص معاناة ميسان. هو أوعد الجميع بأنه ملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم وإعادة الأموال المسروقة، ولهذه الساعة لم يتخذ أي قرار العبادي، لأنه أوعد الشعب، وهذا أنا أعتبرها كمواطن عراقي إكذوبة لتغطية هواي أمور تتعلق بحياة الإنسان يوميا، أنه الشعب متألم وينتظر منهم الخلاص من هذه الحيتان اللي سرقت أموال البلد ودمرت البلد ووضعوا البلد في خندق مظلم. الآن العراقيين يسألون وين يتجه العراق بعد هذه الدعايات والمواعيد الكاذبة؟ يعني نعم. الآن ننتظر من تسمعني حبيبي؟ نعم أسمعك أسمعك. إحنا ننتظر الآن من العبادي عن محاسبة الفاسدين. نعم زين، هو خلص الفترة، يعني هاي 4 سنوات بعد أقل من شهرين تصير انتخابات برلمانية. ما تم فتح ولا ملف فساد، ليش منذ توليه رئاسة الحكومة يتحدث عن محاربة الفساد والآن يتم تأجيل مكافحة الفساد إلى ما بعد الانتخابات؟ شنو الضامن حيدر العبادي راح يفوز بالانتخابات القادمة ويأخذ رئاسة الوزراء، وشنو الضامن أنه راح يكافح الفساد؟ أستاذي العزيز، نعم، اللي أرجو أن ننتبه أو بل نتوقف على هذا الموضوع. نعم. وهو موضوع دقيق، أنه الآن قادمين على انتخابات، فثق أني مسؤول عن كلامي أنه راح نوصل إلى تاريخ الانتخابات، يعني 1/5 راح يصير مشكلة كلش كبيرة بالعراقيين، العزوف عن الانتخابات، عدم القناعة لشعبنا بالانتخابات، وإحنا صارت عندنا قناعة الحيتان اللي سرقوا أموالنا سيعودون من جديد، وهاي مشكلة كلش كبيرة طالما هو الشعب يعاني منها. فأنا خلي أطمئنك وخلي أطمئن الشعب أنه العبادي غير قادر
يا سيد العزيز غير قادر على محاسبة الحيتان، لأنهم كلهم في كتل عملاقة ما يقدر أنه يحاسمه بهذه الطريقة وهو قادم على انتخابات حتى يعود للسلطة من جديد. يعني أنت برأيك ماشي الانتخابات، إحنا إذا تحدثنا عن هذا الوقت قرب الانتخابات، زين قبل سنة قبل سنتين يعني لو بالشهر ملف، بالشهر ملف واحد كان قلنا والله الحكومة يعني صادقة بهذا المجال. اغسل ايدك من رئيس وزراء، اغسل ايدك من رئيس وزراء حكومة عراقية تحت هذه التشكيلات الغير منطقية كشعب ما قابلين عليها. هذا الموضوع يعلمنا رئيس وزراء اوعد الشعب بمحاسبة الفاسدين، وهذا الموضوع ما ينجز يا سيدي العزيز، ما ينجز، لأنه هو يدخل البلد في أزمات جديدة وراح يخلقونه أزمات جديدة بحيث أنه هم يمررون مشاريعهم اللي هي ما تخدم البلد ولا تعيد اقتصاد البلد ولا تعيد أمن البلد. وإذا عاد العبادي من جديد لإدارة السلطة فهاي طمة كبرى يا سيدي العزيز، هاي طمة كبرى. وإحنا الآن بالضد من أي واحد، من أي واحد يوعد بشعب ويكذب عليهم. إحنا نعم. بالضد تماما من عنده. نعم سعد يا سيدي. الأجواء بشكل عام في ميسان من ناحية الخدمات، من ناحية يعني الحديث عن الانتخابات، ماذا يتحدث المواطنون أصدقائك أقاربك حول هذا الموضوع؟ سيدي هم ما عندهم أي مشروع للخدمات، ما عندنا مشروع للخدمات. لا. الكهرباء غير عامرة لطفاً. الوضع الآخر اللي هو اللي يعاني من المواطن العراقي الوضع الاقتصادي، يعني عاطلين عن العمل بصفتك رئيس اتحاد نقابات العمال، يعني أكثر عدد من عاطلين عن العمل، وعملية الاستيراد من الخارج الحدود هي هاي تثقل علينا. الجانب الآخر أزمة سكن يعني تأذي المواطن العراقي. والجانب المهم في حياتنا أنه هاي المعامل، يعني بالفترة السابقة كان لقائي عن المعامل المعطلة، هاي الحكومة ما تنتبه لإعادة هذه المعامل وتشغيل أكبر عدد من العاطلين العمل. ليش؟ لأنه أكو تدخلات جانبية بل من خارج الحدود تتدخل بعدم إعادة عافية هذه المعامل وتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل. نعم. هي أزمة الخدمات وأزمة الأمن وأزمة السكن وأزمة العاطلين عن العمل، هي هاي قاعد تثقل ولا المواطن ينتبه للانتخابات. نعم. بس لون المرشحين الآن الجدد بعد هذا الحديث المستمر بين عوائلنا وأصدقائنا ومعارفنا بأنه الآن أكو عزوف ما يقارب 70% عن إجراء الانتخابات، لأن سبب طيلة هذه الفترة 15 سنة ما قدموا البرلمانيين سوى شركة أموال العراقيين. نعم سعد من ميسان شكرا لك. معركة الفساد معروفة بأنها من المعارك الصعبة في العراق في وقت وقفت فيه الحكومة عاجزة عن التقدم فيها. مسؤولون اعتبروا بأن الفساد بات أقوى من الدولة، الفساد بات أقوى حتى من الدولة، وأن الجهات التي ترعاه لا أحد يستطيع الاقتراب منها. القيادي في التيار المدني هيثم الفراجي تحدث لصحيفة العربي الجديد بأن العبادي لا توجد لديه استراتيجية واضحة لمحاربة الفساد، فحربه التي أعلن عنها منذ أشهر لم تتجاوز التصريحات، وبين بأن جميع الملفات التي تتوفر لديه الأدلة بإدانة مسؤولين فيها لم يقترب منها. شدد على أن ملفات صفقات السلاح والوظائف الوهمية والتعيينات الحكومية وسقوط الموصل والأموال المهربة وعقارات الدولة والتهريب والمخدرات وغيرها من الملفات لم يستطع رئيس الحكومة حيدر العبادي فتح أي منها إلا من خلال الكلام فقط، وأكد بأن مافيات الفساد بنيت في البلاد على مدى أكثر
من 13 عام، وأن القائمين عليها يشكلون تهديدا على أي جهة تقترب منهم، وإن كان رئيس الحكومة حيدر العبادي نفسه. أشار إلى أنه على ما يبدو فإن قدر العراق أن يبقى يغوص في أعماق الفساد، وأن هذه الحرب مع الفاسدين هي حرب فاشلة وبلا نتائج، وأن الفترة المتبقية من عمر الحكومة وهي أقل من شهرين لا تكفي لأن تقدم شيئا في هذا الإطار، ما يعني بأن هذه الملفات ستترك للحكومة المقبلة. ومعروف ملفات الفساد في العراق، يعني دائما ما يتحدث أنه الحكومة المقبلة، حكومة نور المالكي الأولى، حكومة نور المالكي الثانية، حكومة حيدر العبادي الأولى، وربما تكون ولاية ثانية له لرئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي. لماذا يتم أو لماذا لا يستطيع رئيس الحكومة، يملك صلاحيات دستورية كبيرة، رأس السلطة التنفيذية، القائد العام للقوات المسلحة، القرار بيده، لا يستطيع من محاربة أو مكافحة الفساد في العراق، حتى وإن كان يعني ذر الرماد في العيون من خلال إلقاء القبض على بعض الفاسدين وليس كل الفاسدين، أو فتح عدد قليل من الملفات؟ لماذا لا يستطيع رئيس الوزراء حيدر العبادي فتح هذه الملفات فقط من خلال التصريحات، كما أشرنا لبعض النواب والناشطين بأنهم تحدثوا بأن رئيس الحكومة فقط يقوم بالتصريح وعلى الأرض لا يستطيع مكافحة ملفات الفساد في العراق؟ أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة وباستقبال اتصالاتكم ورسائلكم عبر خدمة الواتساب. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو حسن من بغداد. تفضل ابو حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ليش الله يبارك فيك ملفات الفساد تم تاجيلها الى ما الحكومه القادمه؟ اخي عمر، هم الجميع كلهم مشتركين بتدمير الشعب وسرقته. نعم. فما يقدر يتكلم وياهم، يقول لهم اني راح احاسبكم، ما يقدر. هي كلها عصابة مكتملة، واحد ويا الثاني، وواحد مرتبط بالثاني. يعني أسألوا أي واحد يقول لك هذا راح حاسب أحد، يقول لك أضرب من يد الحديد، وأسألوا حارب الإرهاب والفساد، هم إرهابيين وفساد وفاسدين. فالكلمة هسه يا أخي بيد الشعب، يعني هسه واقع حال. إحنا لما نتكلم كلام يخص هالبلد هذا العراق، هذا العراق العظيم، يعني واحد لازم يفكر بينه وبين عقله، يقول الحل وين؟ الحل بيد الشعب العراقي، مو بيد أي أحد، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. برأيك مثل ما يقول بعض النواب والمسؤولين بأن حيدر العبادي يعني ما يريد يفتح هذه الملفات لأنه تحالف مع الكثير من الفاسدين لتشكيل الحكومة المقبلة، شنو رأيك بهذا الكلام؟ أخي أنت لاحظت قبل فترة لما قال خالد العبيدي سليم الجبوري يعني عرض عليه مليونين دولار في سبيل أوقف الاستجواب. نعم. هذا ليش محاسبة؟ يعني كواحد من المئات أو من الألوف، يعني يا أخي كلها واحد مرتبط بالثاني، هم كلهم حرامية مجرمين قتلة، يعني شلون متحسب؟ هاي حكومة يعني شيطانية إرهابية، قتلة إرهاب تدمير تهجير. نعم. زين، هو رئيس الوزراء حيدر العبادي من يريد يأخذ ولاية ثانية، ومنذ توليه الحكومة يعني أعلن عن
محاربة الفساد وبأن الفساد لا يقل خطورة عن داعش وعن الإرهاب وإلى آخره. اليوم هو يثبت للجمهور بأنه عاجز عن محاربة الفساد، ويعني هذا كذلك يقلل الكثير من الرصيدة لدى الشعب إذا هو يعول على الانتخابات وعلى الشعب. أخوي عمر، هاي يعني أنت تقول بداخل الناس كلها، يعني أنت لما تقول هو عاجز، هو ما يقدر يتكلم وياهم يا أخوي يا عمر، ما يقدر، لأن هو مشترك وياهم. هم حسب ما سمعنا قالوا كانوا بالاتصالات خامط له 5 ملايين دولار، والما خفية كان أعظم. هسه المظاهرات بالحسينية وبالمحافظات العراق الجنوبية، يعني عرفوا شنو هم ذولا وشنو مبدأهم وغايتهم شنو، والأجندة مالتهم والتفاصيل مالتها كلها عرفوها، بس بقت يعني الشعب لازم يقول كلمته. نعم، شكرا أبو حسن من بغداد. طبعا على طاري الفساد وضعف الخدمات في العراق، اليوم العاصمة بغداد احتفظت للعام العاشر على التوالي بصفتها أسوأ مدينة للعيش في العالم. أسوأ مدينة للعيش في العالم هي بغداد للعام العاشر، بحسب دراسة لمؤسسة ميرسر العالمية للاستشارات. اشتملت معايير طبعا المسح التي أجرتها الشركة على 231 مدينة، شملت الاستقرار السياسي، الرعاية الصحية، التعليم، الجريمة، الاستجمام، النقل. وظلت بغداد الأسوأ في المسح السنوي من بين 231 مدينة. 231 مدينة، بغداد هي الأسوأ على مستوى العالم للعام العاشر على التوالي. معنا اتصال علي من بابل، تفضل علي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. نتمنى لك الخير بهذا البرنامج مالك الراقي. حياك الله، تفضل. احنا مو عندنا مراجع شيعية وسنية. نعم، تفضل. في هاي المراجع مالنا مو تقول المجرب لا يجرب. نعم، اي زين، احنا شنو نظل احنا يا ذول مشربين؟ احنا شعب خليه يثور ضدهم ويطلع، واي قائمة بذول القوائم يخليهم في مزبلة التاريخ وانتهى الموضوع. شنو المانع لعد من اصدار فتوى صريحة برأيك؟ شعب مغفل. نعم، شعب مغفل مشلب الكلبة بيهم وما نعرف والله يفوزوا، هاي قائمة ما لكم علاقة ويتقاسمون السلطة. إذا شعب واعي خلي ذولا بالمناصب مالهم، بس من الشعب شو نسوي له؟ نعم. لا، أنت تحدثت أبو حسن، تحدثت بأنه المفروض تكون كلمة واضحة للمراجع الدينية فقط، المجرب لا يجرب. شنو المانع؟ نعم، شنو المانع من أنه هذه المراجع تصرح بصريح العبارة، يابا يا شعب العراق ترى ذولا صارهم 15 سنة وما قدموا شيء؟ شنو المانع برأيك؟ يا أخي ما معروفة يا أستاذ عمر. نعم، هي ما معروفة؟ معروفة الناس سلابة حرامية، باقوا شعبنا، دمروا كل مواطن عراقي، دمروا بنانا التحتية، شنو اللي سووه لنا؟ نعم، مجرب لا يجرب وخلاص انتهت. المصدر الشيعي والسني، ويقولون ذولا فسقوهم وخلصونا من عندهم. شنو رأيك بالانتخابات القادمة؟ بالاسم رأي الانتخابات إذا ظل على ذولا، لا بالله احنا ما اعتقد. فإن شاء الله المراجع مالنا السنية والشيعية تدخل بالموضوع وتخلصنا من ذولا. وعليش بعد عليش يا أخي، المجرب لا يجرب. نعم، ما وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يخلصنا من عدو. أني أشكرك علي من بابل. معنا اتصال حسن من البصرة، تفضل حسن. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله. حقيقة بالنسبة للانتخابات هذه حقيقة لعبة على الجماهير العراقية، على الأمة العراقية. نعم، ولا هو ما خاف أقول لك فالشغلة، يمكن هسه الفائزين دبروا أمورهم واشتروا البطاقات من الناخبين، بس هذا مال الانتخابات شيء طويل، هيك شيء ثانوي يسمونه. نعم نعم، زين برايك. تمام، تفضل. نعم، تفضل استرسل كلامك.
نعم. أما بالنسبة للمحارب الفاسدين من قبل العبادي فهذه شغلة مستحيلة. نعم. لأن أحد اللقاء الصحفي ومع الصحفيين العبادي على لسانه يقول على شغلة البطاقة التموينية اللي فلوس مالتها جاذبها إلى جيوب الفاسدين وأنتم تعرفون يقولهم يقول الصحفيين بمعنى هو يعرف. نعم. فكيف يحارب الفاسدين هو؟ شنو يعني خاف منهم برأيك؟ لو ليش ما يحاربهم؟ إيه طبعاً 100% خاف من عندهم. شنو القوة اللي عند هؤلاء جابها قوة الدولة؟ القوة أقول لك هي القوة بعد تعرف كلها فصائل عندها مسلحة ويهددون احتمال. نعم. زين زين ممكن أنه يعني هناك من يتحدث من العبادي اتفق مع هؤلاء وضمن يعني تحالفهم معاه بالانتخابات القادمة لتشكيل الحكومة. هذا نعم. سبب مقنع برأيك؟ والله أنا أشوفها هذا الشغلة هي مقنعة 100%. يعني شنو هو اختار الناس اللي راح يصوتونه ويخلونه رئيس وزراء يمكن دورة ثالثة. نعم. الحل برأيك شنو الحل بالانتخابات؟ والله الحل احنا نشوف هلا قلت في شغله استاذ العزيز احنا نعم. الحل بالنسبه لنا كعراق ما تصير له شاره اذا ما هاي الاحزاب تنتهي من العراق احكيك صراحه لان لا زال عندنا احزاب هيك متعدده وحزاب احزاب فما تصير له شاره كل واحد يقول انا وكل واحد يقول انا وين هسه يا البايق يا كلهم يقول احنا نزهه. نعم نعم. إذا عندك شيء تضيفة تتحدث عن البصرة عن الأحوال البصرة. والله البصرة تقع على بحر من النفط وتشوف هسه هاي النفايات والخدمات في منطقة القبلة في مناطق غير القبلة. نعم. كلها يرثى لها. زين أنت برأيك حكومة عجزت عن رفع النفايات تقدر ترفع نعم. هذا الفساد عن العراق؟ والله شوف أستاذ العزيز هي قضية شوف هي الطيني والطيق. هاي قضية نفايات البصرة يعني حسب ما أعتقد أن سحبوا إيد المحافظ من صلاحياته على مود هاي النفايات لأن هو الرجل المحافظ إجا استلم من المحافظة هاي الشركة موجودة وتلكت بعملها طالع أشوف يعني إن شاء الله مال محيرة. نعم نعم. حسن من البصرة أنا أشكرك كان معنا اتصال آخر أبو أحمد من الرمادي تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك أستاذ عمر وأحيي الكادة القناة بالكامل. حياك الله يا أهلا. بالنسبة للحكومة هاي هم جاي يصرفون على أنفسهم يقول لك إحنا فشلنا إحنا فشلنا بالعملية السياسية المالكي يقول وأنا منهم فشلنا مشعال الجبوري يقول إحنا كليتنا حرامية وسراق يعني كليتنا البوق وكليتنا الخمر يعني هسه ما يستحون ما يقولون عيب على انفسنا جاي يعترفون على انفسهم ويقول لك احنا حراميه صراخ وفشلنا بالعمليه السياسيه ليش ما يعطونها الناس مهنيين يلزمون هذا البلد وما احنا ما نريد بس حزب واحد حتى يسيطر على البلد يسيطر على حدود العراق هسه هاي الحدود اللي مفتوحه بينه وبين ايران الجد مخدرات عبرت علينا الجد أبي عبروا علينا من إيران ودمروا شباب العراق اللي استعانا كله يفجع ويفتر بالشوارع من نارجيلة إلى المخدرات إلى الحبوب إلى كل شيء دمروا الشباب فالشباب الزنداخة ما تفكر بهم ويقول لك هاي الحكومة ما تخدمنا فظل الشباب داخل. نعم حتى ظل الشباب نحن أريد. نعم نعم أستاذ عمر تفضل أبو أحمد. احنا رجال من الفرات الاوسط ومن الجنوب من شيوخ العشائر الشرفاء اللي بيهم غيره النخبه العربيه والشهامه العربيه نريد ننقذون هذا الشعب لان الشعب راح انتهى هسه كله معتقلات وسجون وهاي جل انها ناس ابرياء نايم الاف البشر معتقلين يعني لا حول ولا قوه. زين هسه ابو احمد الجديده هسه بالمرشح دا يفتر عن الناس خاصة بالأنبار اللي عندهم معتقلين يقولهم انتخبوني وبينكم أنا أطلع من أفوز بالانتخابات. زين هو أنت صار لك سنتين ما طلعته تريد تطلع بعد النوب سنة مثلا أو حتى ما كشف مصيره ما قدروا ولا نائب
من اللي يمثلون أهل السنة على أساس ما قدروا يثبتون أنه اللي 700 اللي اختطفوهم من الصقلاوية و3000 واحد بالرزازة وآخرين لم يتم كشف مصيرهم. اليوم يقول لي انتخبني وأنا أطلق سراح ابنك بعدين. هذه يعني أسلوب جديد، هذا أسلوب جديد أستاذ عمر. نعم أستاذ عمر، هذا يريد يثبت نفسه على الكرسي. هاي هيك كلها مخدرات، شلون تخدير أعصاب يثبت نفسه على الكرسي؟ وإنما ما بيدهم كل شيء أستاذ عمر. نعم. ما بيدهم حال، الشغلة كلها بيد إيران. هي إيران اللي هي نتوجه وهي نتحكم وهي نتزين العملية. احنا هسه ما عندنا حكومة، حكومة طائفية عصابات وأحزاب. نعم. ما عندنا حكومة إنه نزيها وتحافظ على الشعب العراقي وعلى أموال الشعب العراقي. أموال الشعب راحت كلها تفرهدت، طلعت برا من الخارج. وإحنا الناشد أخوتنا بالجنوب الفرات الأوسط الشرفاء الشيوخ العشائر أهل ثورة العشرين اللي ينهضون والشعب بالكامل ينهض يحرر نفسه بنفسه من ظلم إيران ومصائب إيران. واحنا نطالب محاكمة جنايات دولية على دولة لأنه أجرمهم بحق الشعب العراقي وفرهدوا أموال الشعب العراقي ودمروا المؤسسات العسكرية الشرطة إلى جيش لأنه جيش مهني. نعم. لأنه كان يحامي حدود العراق. نعم. يحامي الأمة العربية. نعم. أبو أحمد من الرمادي أني أشكرك. معنا اتصال أبو حامد من الناصرية، تفضل أبو حامد. انقطع اتصال. ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو ناصر، ليش حيدر العبادي ما قدر يفتح ملف واحد، مع العلم انه هيئه النزاهه واللجان اللي شكلها تقريبا اكملت اغلب الملفات وسلمتها لرئيس وزراء حيدر العبادي؟ ليش بسيط استاذ عمر، يعني هاي ما يحتاج لها شيء ترى. نعم. العبادي بالاساس هو عليه ملفات فساد، شلون يفتح ملفات فساد على غيره؟ هم مهددين بملفات فساد هو مشارك فيها، والا شلون يتحالف ويا الفاسدين ويجي يريد يحاسب الفاسدين؟ ماكو هي الشغله ترى، هاي الناس كلها تعرف بيها. هذول اللي قاعدين اللي قبال الله كسر مطلعيهم على شاشتكم الموقره، هذول كلهم فاسدين ويعرف بيهم كلهم فاسدين. استاذ عمر، الطريقه الجديده للمرشح اللي هسه قاعد يتبعوها، يعني هاي صارت عندي، يعني هاي المرة الخامسة يمكن. نعم. يدزون طلب صداقة وهو مرشح نفسه ويطلب من الشخص هذا بأنه هو وأقاربه ومعارفه أن ينتخبوهم. نعم. وراح نسوي لكم فلان شيء وراح نحقق لكم هالشغلات هاي اللي احنا نعرفها بالأساس. هاي الطريقة الجديدة خاف أحد ما يعرفها، هاني صارت وياي هاي يمكن المرة الخامسة الله شاهد. نعم. أستاذ عمر، يعني إحنا قلناها سابقا بكل حكومات دول العالم موجود فساد إلا بالعراق. العراق الفاسدين الموجودين بيه هم أفسد من الفساد. نعم. البلد منهوب من كل السياسيين والمعممين والبرلمانيين، ومو بس منهم، حتى من قبل أولادهم وأقاربهم. نعم. واللي يفتح حلقة ويقول الواحد من عندهم من أين لك هذا الشخص أقرأ عليه صورة الفاتحة وانتهى. أملاك الدولة استولوا عليها معممين وسياسيين وبرلمانيين والكرادة وغيرها خير شاهد، والكل يعرف منه مستولي على الكرادة. نعم. أستاذ عمر، الإنسان البسيط اللي تدفع ظروفه اللي مدمرته دمار، يعني مديدة لسرقة علبة حليب، قطية حليب الأطفال. نعم. اللي ما يملك ثمنها يحكموه 3 سنوات سجن أو أكثر، واللي يسرق المليارات ويهرب للخارج ساكتين عنه. نعم. العبادي اللي وعد الشعب مثل ما قلت بحضرتك بمحاربة الفساد هو أول الفاسدين، وإذا أكو واحد يقول لا العبادي ما عنده شيء نقول له إذن ليش ساكت على الفاسدين؟ المالكي منين جاب هاي 50 مليار دولار اللي يملكها، وعمار وعلاوي والنجيفي وبهاي العرجي وغيرهم منين جابوها وليش ما يحاسبوهم؟ نعم. أخوي أستاذ عمر، اللي يريد يحاسبهم هو بالأساس عليه ملفات فساد. نعم. واحد يهدد الآخر. وإذا فتحت هذا الموضوع ترى راح نطلع ملفك اللي محتفظين به ونكشف فسادك للناس. منو حاسب محافظ البصرة السابق من أخذ اللي قدر ياخذه وطلع خارج العراق ودا يعيش براحته هو وعائلته؟ نعم. طيب ماشي، نريد نعرف هسه احنا، بس أنا والله العظيم أنا محيرتني شغلة، يعني هذا عجيل الياور اللي استلم منصب رئيس جمهورية لمدة 6 أشهر أو 7 أشهر
وياخذ تقاعد اكثر من 60 مليون دينار بالشهر، والمواطن البسيط يخدم 40 سنه وياخذ تقاعد 400 ألف. يعني معقوله هاي موجوده في دوله تقول احنا عندنا سياده وعندنا علم واحنا نحارب فاسدين؟ حكومه فاسده استاذ عمر، هي من اكبر مسؤول الى اصغرهم، ومال سايب، والمال السايب يعلم على السرقه. انا بس اريد اوجه كلامي والله لكل الشعب مشكول الذمه اللي يشارك بالانتخابات. وخليهم هم والشعب نفسه، خليهم اذا عندهم نيه انهم ما يشاركون بالانتخابات وعندهم عزيمه، خليهم اذا صدق عندهم كرامه خليهم يبينون للموفق الربيعي شلون راح يجيبهم بالقوه ويقول لهم تعالوا شاركوا بالانتخابات. كل الشعب المفروض يقاضي على الانتخابات، لان هذول فاسدين وهم يعرفون بان هذول فاسدين، فماكو داعي لانتخابهم مره ثانيه. نعم، ابو ناصر من تركيا كان معنا اتصال. سامي من بغداد، تفضل سامي. هم استاذ عمر، اهلا وسهلا بك، حياتي حضرتك والى ذات القناه. استاذ عمر، رجاء يعني احنا نريد نبسط الامور. صبر. يعني بصراحه الانسان يعني لما يقول لك هذا بيت خير وبيت ناس شايفين وكذا، ما يسرق الناس، لو يسرق محلته، لو يعني احنا مثلا نتحدث بجانب المحله، اذا هو كان مختار، لو كان مثلا يعني رئيس قبيله، لو شيء، لو كذا، لين متربى تربيه بخير وعدهم نعيم. هؤلاء يا استاذ عمر بصراحه يعني امجادي وكل واحد جاي بعصابته وياه، هذا إلي وهذا لك. حنان الفتلاوي حشتها، يعني إحنا نضحك عليه هذا الكلام ونتحدث به، حنان الفتلاوي قالتها 100%، بس شنو الطو ربع الكيكة للسنة وثلاثة أربعة خروشية. المالكي وعصابته قاعد بجهة، إيه الأحزاب اللي تدعي تمثيلها للشيعة واللي تدعي تمثيلها للسنة هي المستفادة. أما مثلا محافظات الجنوب حالتها حالة، مثل ما نشوف البصرة وغير البصرة. يا رجل البصرة صارت يعني مع الأسف عبارة عن مكب للنفايات، الشوارع وغير الشوارع. زين أنت برأيك ماشي سامي، يعني هل حيدر العبادي سكوته عن هاي الملفات عن عجز، لو الرجل يقول لك أنا خليني أتحالف مع ذولا حتى أضمن ولاية ثانية؟ ما قصة الولاية الثانية استاذ عمر، العراق بعد بعد خيارات بي كثيرة. هؤلاء ما يقدر يخرج، لان هم العبادي واحد من الفاسدين، كان بالماليه، كان هو العبادي، فهم هم ماسكين عليه ملفات. القصد يا استاذ عمر هم كلهم واحد مرتبط بالاخ، مش شوف هي نفس هذا يدورون فيهم. يعني هسه ما شفت هذا شو اسمه، يعني هذا اقل دلاله هذا النزاهه، هذا الياسري كان ويا المالكي، اما كان بحزب الدعوه قالوا لك خاف يروح وخاف يكشف لنا، اذا راح لندن لو يروح هذا ويكشف الامور وكذا. لا وروح خلوه نزاهه. هسه بهالمره هم كان يجوز يترشح هالشكل. انا يعني خصم الحكي احنا نقول نعم ساحهم، اهل البصره عندهم سلاح اكثر من الجيش، عشائر البصره دي يتعاركون بيناتهم. واحنا نقول شوف هم سابقا تعلموا، هم دوله هم الحراميه كلهم يعني، وهسه هذا جايبي الجديد هذا دي بيخلوا له مي ودينموا هذا الخزع عليهم، كان هم يريد يصير رئيس عصابه مثل عمار الحكيم وربعه وكذا، وهاي وتبقى هالدوران هذا. هؤلاء تعلموا من السابقه الاجهزه الامنيه، فسووا بدل ما اجهزه امنيه سووا ميليشيات. اهل البصره خصم الحشية يا استاذ عمر، اهل البصره عندهم سلاح وعندهم عشائر تتعارك بيناتهم، مجموعه تخرج من العراق تروح لاهل البصره وهالمناطق الجنوبيه وتوحدهم، اقسم لك بالله يعني هالسلاح هذا وشكوا يكرمك الله زباله ايران خزعلي عامري ويصعدون الى فوق. صراحه يعني ما بيها مجال اصلا، هم مخوفين الشعب بالسلاح وبهالميليشيات. فاحنا نريد، لان صراحه ادونا بالمناطق الغربيه الاكراد هم كان شو اسمه كل واحد بجهه. نعم عشائر البصره وكذا لازم هؤلاء لازم ينتظرون. يا اخي واحد يقول لك انا فاسد وانا قاعد اسرق. نعم سام، شكرا. سامي من بغداد، معنا اتصال ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك وللساده المشاهدين. اخي عمر، شيخ الاسلام ابن تيميه له مقوله يقول ان الله يؤيد الدوله الكافره العادله ولا يؤيد الدوله المسلمه الظالمه، ف
ففي العراق هناك صحيح نحن دولة مسلمة، لكن هناك ظلم كبير. وأنا احترامي الشديد للأخ علي اللي قال عندنا مراجع شيعية ومراجع سنية والمجرب لا يجرب. طيب المراجع الشيعية يعني نحن احنا عندنا قال الله وقال الرسول، مرجعنا لأن الله عز وجل هذه مرجعنا القرآن والسنة، فما عندنا غير القرآن والسنة. وفي القرآن الله عز وجل يعني آيات كثيرة يتحدث عن الظلم. فهؤلاء المراجع يعني العبادي يعني وغير العبادي كلهم يطلعون مراجع شيعية، والمرجع يعني هناك يتخبط تخبط شديد، هناك تناقضات شديدة. نحن قلنا مرارا وتكرارا من جهة يقول لا تقولوا إخواننا سنة وقولوا أنفسنا، ومن جهة يقول فقط ماشي. أبو عبد الله حتى ما نبتعد عن الموضوع يأخذ الموضوع إطار ديني. احنا اليوم تحدثنا عن العبادي ما فتح ولا ملف، مع العلم كل مؤتمر صحفي وسوف نحارب الفساد والفساد اخطر من داعش واخطر من الارهاب. يعني شنو ما كفى الوقت مثلا؟ الحجه انه كان ملتهين بالحرب على الارهاب، زين البرلمانيين كان شارين السلاح مثلا حتى نقول والله ما قدروا يحققون، او اللجان المختصه كان شارين السلاح في الصفوف الاماميه وما قدروا يحققون بهاي الملفات. يعني السلطه القضائيه على حدة والجيش وغيرهم على حدة على حدة. شنو الحجه برايك؟ يعني شنو السبب بتاجيل محاربه الفساد؟ اليوم يقول لك احنا محاربه الفساد نخليها على الحكومه الجايه. اخي عمر، انا برايي يا عمر اخي، السبب هو العبادي وغير العبادي هم فاسدين، فهم نعم. ايضا يعني هم اصلا يعني مثل ما قال اخونا ناصر، اذا هو اذا كان فاسد فكيف يفتح ملفات فساد؟ فانا برايي حتى العراق يصل الى بر الامان ويخرج من هذه المصائب، ويعني نحن نرى يعني شيء يعني يعني قلوبنا تتفطر يا اخي عمر عندما نرى اهالينا في العراق ونرى الاطفال الايتام ونرى النساء واخواتنا واهلنا واقاربنا يعانون معاناة. كيف يصل العراق الى بر الامان؟ لأن الله عز وجل عندما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارنا، الله في نهاية الآية يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أو يهتدون. فما يصير نحن نريد يعني نريد علم، الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاللي يعرف الله عز وجل لا يظلم أحد، فاللي يخاف من الله عز وجل لا يسرق، فاللي يخاف من الله لا يقتل أحد. نعم. يعني مثلا يأتي نعم أبو عبد الله، والله أنا أعتذر المقاطعة ما بقى وقت البرنامج وعندنا رسالة نريد نقراها. عندنا رسالة يقول السلام عليكم، الله محيي قناتكم المجاهدة. الفساد يقول هذه الحكومة وصل لحقول الدواجن، يقول إجونا يقولون زيل الحقول، هذه تجاوز، يقول إحنا عايشين عليها لا وظيفة ولا شيء. يقول تكلمت معه أقول ذيش ناس باقت العراق جيتوا علينا، يقول لي إحنا ما نقدر بس على الضعيف من أمثالكم. قلت له إحنا مو ضعفاء بس نخاف على أرواحنا من الغدر. يقول لي روح هذا الحكي يقول للمسؤولين. قلت له الله على الظالم، أرجو من قناتكم توصلون صوتنا وشكرا. لو كاتبنا المنطقة بالضبط حتى تكون مثبتة ومعروفة. رسالة أخرى يقول هرم الفساد مبني من أحزاب وجماعات أعد لها قبل الاحتلال، وبعد الاحتلال استلموا الفاسدين السلطة وخزينة الدولة فأشركوا معهم شخصيات اجتماعية محدودة. ومن غير المنطق أن يدعي الفاسد محاربة الفساد ويصدق، وهذه الفرية لا يصدقها إلا الفاسد من أمثالهم. يقول العراق تحت احتلالين إيراني وأمريكي، والمراجع العوبة بيد الاحتلالين، ويجب المقاطعة والثورة حتى النصر ليس إلا أبو العروبة من النجف. في رسالة أخرى أبو عارف من بابل يقول تأخير محاسبة الفاسدين بسبب الانتخابات دليل على تجذر الفساد في حكومة حيدر العبادي وخوفه من مواجهتها قبل الانتخابات، لأن العبادي لا يريد خسارة حزب الدعوة الذي يحمي الفاسدين، وبعد الانتخابات سيكون العبادي إن فاز بحاجة أكبر لدعم حزب الدعوة، لذلك لن تتم محاسبة الفاسدين أبدا. وكلامه عن الحرب على الفاسدين والضرب بيد من حديد هو استغفال واستغباء للجمهور، هم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون ويعلمون أننا نعلم بأنهم
يكذبون. في رسالة أخرى يقول: السلام عليكم أخي، المسؤول الأول عن الفساد وملفاته هو حزب الدعوة، والذي يرأس المالكي فهو الذي شغل الشعب أو أشغل الشعب بالطائفية، ومن باب آخر فتح باب السرقة لأعوانه ولعباد أحد الفاسدين. رسالة أخرى يقول: هذا المشروع الأمريكي وهذه المشاريع من قبل هؤلاء العملاء الجبناء لن تجلب إلا مزيدا من الذل كما يقول، والقهر والإجرام لن تجلب إلا مزيدا من قطاع الطرق، ولن تقوم قائمة لهذه الأمة إلا بقطع أيديهم وأيدي أسيادهم. أبو قاسم من فلسطين. يقول: المنطقة أخونا اللي قرأنا رسالته اللي جايين عليهم تجاوز، يريدون يرفعون حقول الدواجن بالضبط في منطقة الحمدانية في أبو غرب. يقول: صحيح الشعب يعرف بأن جميع الأحزاب والحكومة الحالية فاسدة، لكن المذهب فوق كل شيء، وثقافة أغلب العراقيين في هذا النطاق، وستكون انتخابات لنصرة المذهب وسينجحون وتبقى نفس الوجوه. وتذكروا كلامي والخبر ما ترون لا ما تسمعون كما يقول. رسالة أخرى: صراحة الرسالة الطويلة، يعني الوقت لا يكفي، لم يتبقى من الوقت البرنامج إلا دقيقة واحدة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أخي نشكركم على هذا البرنامج، أخي لو زيدون وقت البرنامج أكثر، يعني أحمد الشمالي. والله يا أخي أحمد، إحنا أكثر من 50 دقيقة في هذا البرنامج، ودشوف يعني الاتصالات كثيرة ورسائل الواتساب، هناك رسائل صراحة طويلة، وهناك كذلك نعتذر من بعض المرسلين لم نستطع قراءة رسائلهم لأن وقت البرنامج انتهى. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن تأجيل مكافحة الفساد مع قرب الانتخابات في العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.